السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في الوصفة الرائعة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذه الوصفة هذه. بسم الله على بركة الله. عندي كأس حليب اللي كيعبروا كأس العنبة يديروا عامر، وإلا حبيتي الدوبل دوبل عندي جوج ملاعق ديال السكر وكيبقى حسب ذوق سكر حبيبات، وعندي ملعقة عامرة مزيان ديال النشا كيفما كتلاحظوا، وغادي ندمج ولا غادي نحرك هاد مكونات هذه ونزيد كيف كتلاحظوا معايا باش ما نبقاوش هذاك الحبيبات هنا. من بعد ان شاء الله ونكمل دابا غادي نحطوا جانبين. وكيف كتلاحظوا عندي الفواكه هنا مقطعه، ما بغيتش نبقى نتلاها. عندي الكيوي اللي اي فاكهه عندك اختي متوفره في الموسم ديالي يمكن لك تستعملها، ماشي ضروري بحال هكا. وعندي الفريز كما كتشوف انا قطعته باش ما نبقاش نطول الفيديو اكثر، ونتمنى ان شاء الله خوتي خواتاتي ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. وعندي هذا المول هذا اللي انا دهنته بالمارغرين ودردرت عليه سكر حبيبات من فوق كيف ما كتلاحظوا. كيف ما قلت لكم فقط باش نختصر على الفيديو، سكر حبيبات كتدهن القالب مزيان، اي قالب عندك اختي ماشي ضروري يكون بحال هذا، وكتدهنو مزيان بالمارغرين وكدير له سكر حبيبات، وكتسطر الفواكه اللي متوفر عندك اختي، عندك البنان ولا عندك اللي متوفر عندك اختي يمكن لك ديرو. كيف ما كتلاحظوا كنسطر بواحد الطريقه اللي كتكون كيف ما حبيتي، يعني تكون منظمه باش تجي كيما درتي له راه كيبان ملي كيتسالى، ملي كتسالي الوصفه وتجي تقلبيها راه كتبان هاد السيفه هادي اللي سبتي في الاول. وإذا كنتي اختي اخي اول مره كتزور القناه ديالي، اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ان شاء الله مازال معكم في الوصفات اللي هي سهله واقتصاديه وبسيطه ومكوناتها يعني متوفرين تبارك الله ما شاء الله. كما كتلاحظوا وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. كيف ما كتلاحظوا غادي نخليها جانبا ونرجع لهاد المكونات اللي درت الاولى او الاول. كندير ملعقه ديال الكوك ولا جوز الهند، حبيتي ملعقه ونصف ماشي مشكل. كما لاحظتوا انا زدت شويه وكنخلط نخلط مزيان ونرفعو فوق النار حتى يغلي، ونقص النار تكون مهيله نبقى نحرك فيه فوق النار. دابا هكا نحركو مزيان مزيان باش يتخلط هذاك النشا والكوك والسكر حبيبات كيف ما كتلاحظوا. نديرو فوق العافيه ونطلقوا ان شاء الله كيف ما عادي تشوفوا معايا. هو هذا وهذه هي اختي اخي. ملي كنديروا للربع فوق النار كنخلط مزيان ما حدو هو كي يسخن، وانا كنزيد نحرك حتى كياخذ القوام. من بعد ما يبدا يقصح كنزيد واحد الملعقه ديال المارغرين كيف ما كتلاحظ اختي اخي، وكنحرك مزيان واحد جوج دقائق وننزل كيف ما كتشوف. هذا هو القوام ديال هذا الخليط هذا كنديرو فوق هاد الفواكه تبارك الله ما شاء الله. نتمنى كل واحد شاهد هذا الفيديو يجرب هذه الوصفه ويخلي لي في التعليقات. وكنشكركم بزاف بزاف خوتي خواتاتي على تعليقاتكم المحفزه وعلى المشاهده، وكنقول لكم اي استفسار اي اسئله جات على بالكم خليو لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وهكا كندير الخليط ديالي كامل هنايا باش كي نواسي ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه هكا كيف ما كتلاحظوا. نتمنى الصوره تكون يعني كتوصل لكم كما انا كنبغي نوصل لكم. وهكا كنواسي مزيان كنغطي هاد الجوانب، وعينك ميزانك اختي بالنسبه طيح شي فاكهه من شي جهه ولا تعوطيها وتخليها ان شاء الله هاد الديسير ولا هاد الحلوه ولا هادو كتخليها تبرد واحد تقريبا نص ساعه وعاد دخل الثلاجه. وهكا كنهزها شويه باش كتاخذ بلاصه كل حاجه تجي في بلاصه، ونخليها تتبرد من داخل الثلاجه ندوزو حتى لربع الساعات ماشي مشكل كتجي زوينه. وهكا خوتي خواتاتي من بعد ما بردات انا كنقول لكم تقريبا ربع الساعات يعني حسب قداش ما بردات كتجي زوينه وكتجي بارده يعني تبارك الله. هاد الحلوه هذه رائعه ما شاء الله،
حتى الوليدات كيبغيوها. هاي واحدة يعني جامدة كيف ما كتلاحظوا معايا، انا كنقيسها بصباعي وكنديروا عليها واحد الطبسيل ولا اي حاجة عادي تقدمي فيها، وكنقلبها على هذا الشكل هذا، وبشوية بشوية ما كنهزوها باش ما تخسرش لينا، وكنضربوا عليها شوية على هذا الشكل هذا ونهزوها بشوية. هي سهلة يعني، ما كتكون لا لاصقة لا والو، مع داك السكر حبيبات كيساعدها باش تنزل. هي هذه تبارك الله، مازال عندي بعض الاضافات، تبعوا معايا بعض الاضافات ان شاء الله. وهكا اخوتي اخواتاتي، ما تنسونيش من لايك ديالكم، ما تبخلوش عليا، وبارطاجيو ولا شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وهكا اخوتي اخواتاتي، كيف ما كتلاحظوا تبارك الله من جميع الجوانب بحال بحال، وكندير لها بعض الاضافات اللي غادي تشوفوا معايا. عندي الشوكولا بحال الدمعه، داك الشوكولا اللي هو صغيور، كنديروا بحال العوينات، كتجي هاد الكيوي كيجي بحال العين، بحال الرموش هذا، وهذا مومو ديال العين. سبحان الله سبحان الله كيف ما كتلاحظوا. وكنتابع خواتاتي هاد العمليه ولا هاد الشيء حتى كنسالي هاد التزيين كما لاحظتوا. ما شاء الله صلى الله على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهكا خوتي خواتاتي، هذه يمكن لك ديرها في رمضان الضيوف، اي مناسبات تسحري بها ولا تفطري بها ولا في اي وقيته، وسهله سهله بزاف، وما فيها لا بيض لا ما كتدخلها الفران، ما كطيب فرن ما والو، يعني غير كتسخني الحليب وتخويه على، سهله بزاف. ونتمنى خوتي خواتاتي هاد الديسير ولا هاد الحلوه ولا كيما بغيتو تسميوها، دائما كنشارك معكم الوصفات اللي تبارك الله ما شاء الله عديده، وما يمكنلكش تطلق الاسم على كل حاجه في شكل. ونتمنى خوتي خواتاتي نكون عند حسن ظنكم. وهكا عادي نشارك معكم هاد الحلوه من داخل كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، فهي كتجي رائعه، وكنحافظ ليها على الفواكه ولا الفاكهه اللي جات قدام الموس. وهكا خوتي خواتاتي فهي رائعه ما شاء الله، كيف ما لاحظتوا قاصحه بحال اللي كتاكل الياورت ولا كتاكل، يعني تبارك الله ما شاء الله كتجي روعه. نتمنى تجربوها وتخليوا لي في التعليقات. وكما لاحظتوا هذا هو الشكل اللي تبارك الله ما شاء الله. وهذا انا كنحاول نوصل لكم الصوره باش ان شاء الله تزعموا وتصوبوها وتجربوها، تبارك الله الوليدات كيبغيوها. ونتمنى ان شاء الله نتلقى بكم فيديو اخر، نتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. حواشركم مباركه سعيده.